في أولمبياد ريو 2016، ورغم أنك خرجت من دور الـ 64 بس قدمت مستوى جيد وخسرت بصعوبة 4-3. بس هل بقى كنت وقتها واثق أن أنت بعد 4 سنين أو بعد حصل بعد 5 يعني في طوكيو هتكون قادر أن أنت تقدم اللي أنت عملته دوت وتوصل لربع النهائي؟ شوف، واثق لأ، ولكن كنت غاضب، لو هو ده التعبير الصح. انا كنت متوقع اكبر بكتير اكتر من النتيجه اللي انا قدمتها في ريو، وكنت شايف ان انا مقصر في ريو، يعني مقصر في الاعداد ومقصر في كمان في البطوله. كنت حاسس ان انا كان ممكن اعمل افضل من كده بكتير، وخدت التجربه من ريو وحاولت ان انا اعمل افضل منها في طوكيو. هقول لك على حاجه كمان برده ما قلتهاش قبل كده، خالد عصر كان معايا في الاثنين، كنا مع بعض في الاوضه في ريو، كنا مع بعض في الاوضه في طوكيو. من اول يوم في ريو خالد شايفني ما بهمتش، كنت بروح الجيم يمكن مرتين ثلاثه في اليوم. كان ساعتها حتى فريق اليد كان كابتن احمد الاحمر، كنت ساعات حتى نروح للجيم مع بعض، فيقول لي وانت قاعد هنا ما بتتحركش يعني. فكان من الحاجات اللي انا شايف ان هي اثرت عليك سلبي طبعا مش ايجابي. فخالد بقى جالي في طوكيو المره دي قال لي بص، انت اللي عملته المره اللي فاتت ده كان غلط، لازم تتعلم منه، لازم يبقى فيه فترات راحه، لازم يبقى فيه فترات تجهيز، بحيث ان انت تنزل الماتش تبقى 100% نازل الماتش تأدي فيه. ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها من ريو، وطبعا من لندن كمان قبلها. سبحان الله، نفس اللاعب اللي انا خسرت منه في ريو هو اللي انا لعبته اول راوند في طوكيو، لاعب كولي. بس الفرق بقى انا في ريو كنت انا اللي سابقه في التصنيف وخسرت، والمره دي كان هو سابقني في التصنيف، الحمد لله انا ربنا وفقني وكسبت. وقت اولمبياد طوكيو مع كل نقطه كنت بتشجع نفسك اجمد يا عمر، ده كان بقى ترند وقتها في مصر يعني اهوت. فازاي بتقدر تحفز نفسك لو حسيت بتراجع في مستواك خلال الماتشات؟ هل دي دايما طريقتك المعتاده ولا كان وقتها بقى في عز الحماس؟ لا، دي كانت حصري في طوكيو، مش عارف هي جت منين بصراحه. موضوع اجمد يا عمر دي بالذات الماتش بتاع الصيني شوان شيوان اللي هو كان بالليل متاخر، ان هو لعبت الماتشين يعني، كان حظي القرعه ما كانتش في صالحي قوي، لعبت ماتش ماتياس اللي هو رقم 2 على العالم ساعتها، والساعه 2 الظهر، وكان الساعه 8 بالليل هلعب تاني ماتش الصيني شوان من تايبي. فكان ساعتها بالنسبه لي انا كنت منهك جدا عضليا، والماتشين كانوا 4-3، فجي في الاخر خالص عمال بقول لا يعني لو جت على التعب ان شاء الله مقدور عليه، فكنت عمال اقول اجمد يا عمر. يعني ده بالنسبه لي كانت من الحاجات المحفزه جدا، لدرجه ان بعد كده اخويا خالد او الكابتن ماجد بقى لما يجي يشجعوني يقول لي اجمد يا عمر. بعد الاولمبياد بقى الناس كانت مستنيه انجاز جديد من عمر عصر، لكن حصل خروج مفاجئ في بطوله العالم. احكي لنا عن الكواليس والسبب من وجهه نظرك، هل ثقه زايده مثلا ولا اعداد الظروف معاكسه، ايه اللي حصل يعني؟ والله يمكن الاثنين يعني. برضو انا شايف ان كويس ان الواحد يعترف بالاخطاء اللي بيمر بيها، وانا شايف ان من الاخطاء اللي حصلت ان احنا اخدنا فتره شويه عايشين على الانجاز اللي حصل في الاولمبيك جيمز بدون ما احنا نحسب ازاي ان احنا نعمل انجاز اكبر منه في بطوله العالم في امريكا. في حاجات كانت هي في ايدي ان هي كانت تعمل افضل، وفي حاجات برضو كانت انا شايف ان هي كانت ممكن اداريا تكون افضل. انا هبدا بالحاجات اللي عندي الاول. طبعا كان لازم اخد فترة راحة مستحقة بعد الاولمبيك جيمز، وانا ما خدتش كده. انا بدأت على طول بعدها تمرين، وده خلى عندي برضو ان انا اتصبت في شهر 10 في ظهري بسبب الحمل الزائد. تاني حاجة ان انا ما عملتش تخطيط جيد للبطولات اللي انا المفروض اشترك فيها، بحيث ان انا ما زودتش قوي قبل ما اروح العب بطوله كبيره زي بطوله العالم. بطوله العالم دي محتاجه شهر كده لوحدها تتمرن فيها وتستعد فيها. بدات اعداد لبطوله العالم اسبوعين قبلها، اتفاجئت ان المسؤولين عن الرياضه في مصر ما قدروش ان هم يجيبوا لنا تاشيره دخول امريكا. فبقيت ان انا لغايه، عايز اقول لك والله يعني دي حقيقه، لغايه قبل البطوله بيومين انا مش عارف هل انا هقدر اسافر ولا مش هقدر اسافر. لدرجه ان طلبوا مني ان انا اسيب المعسكر اللي انا كنت عامله في المانيا واروح لدبي واقعد يومين، فاروح يومين متاخر على البطوله كالتالي يعني، عشان اخد تاشيره امريكا من دبي لانه مش قادر يحققها هنا من مصر. طبعا انا برده مش عايز اكون متحامل على اي حد، هي كانت فتره طبعا برده كورونا وكده، ولكن انا شايف ان لو كان في حصل تخطيط قبلها كان ممكن الموضوع يكون اكتر احترافيه في التخطيط كده. بس طبعا ايا كان، انا معترف ان او يعني شايف ان في تقصير حصل
في بطولة العالم. واتمنى ان ده ان شاء الله انا ما اعملوش تاني. واتمنى كمان من المسؤولين ان على الاقل خالص يبقى في معسكر. يعني ده ابسط الحقوق يعني قبل البطولة، قبل بطولة كبيرة زي كده. مش معقولة النهاردة يبقى احنا من ساعة الاولمبياد لغاية النهاردة ما يبقاش حصل ولا معسكر. ده حاجة وضع غير مقبول يعني.